السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بدفعة 2024. طبعا مش سايبينكم لحد ما تدخلوا الكلية على خير إن شاء الله، وكلنا منتظرين النتيجة. ولكن في الفيديو ده إن شاء الله هنكلمكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو اختبار القدرات. أول حاجة عاوزين نعرفها، هل اختبار القدرات فتح دلوقتي بالنسبة للنهاردة 18/7/2024؟ لا طبعا، لسه اختبار القدرات ما اتفتحش، ولازم انت تراقب موعد افتتاحه عشان تلحق. طب تمام، عشان هعرف تقدر امتى ان اختبار القدرات فتح؟ هل في صفحة معينة؟ لازم تتابع صفحة المركز الاعلامي للازهر الشريف. جميل جدا. طب انا دلوقتي لسه النتيجة ما ظهرتش، تمام كده؟ يعني فرضا ان انا عرفت ان اختبار القدرات فتح، هل ينفع اقدم والنتيجة لسه ما ظهرتش؟ طبعا، هو انت بتقدم اصلا والنتيجة لسه ما ظهرتش. طب هي الفكرة ابقى عارف ازاي بقى ان انا اصلا جبت مجموعة الكليه اللي نزل لها اختبار قدرات تمام. ولا لا؟ انا دلوقتي لسه ما انت عرفتش. بقى بتقعد مع نفسك وتشوف كده، تعمل حسبه تقريبيه لمجموعك، او انت شوف انت مثلا ايه، يعني كل واحد فينا بيبقى عارف هو ايه. يعني مثلا اجيب 90% ما بين 85 و90، بالظبط فانا كده، بعرف مثلا او بالظبط 90 و95 بتبدا انت وهكذا. الكليات اللي ليها اختبار قدرات بتبدا قبلات ايه قله الادب دي؟ اختبار قدرات، بلاش قبلات، ده تدينا في حاجات تانية. والله اختبار قبلات دي حلوة، يعني قال لي اختبار قدرات. فهي الفكرة ان الكلية اللي ليها اختبار قدرات، فانت هتحسب مجموعك وتقيس عليه بقى الكليات، مثلا كلية تربية، كلية كذا، كلية طب انا كذا. دلوقتي هعرف ازاي ان انا ممكن الحق الكلية دي؟ هل هشوف تنسيق السنة اللي فاتت؟ ممكن برضو فكرة كويسة ان انت تبص على تنسيق السنة اللي فاتت، لان ممكن ايه، وتحاول بقى انت ايه، تزود واحد مرة، تزود 1% ومرة تنقص واحد هنا، بحيث انت تبقى ايه، ظابط دنيتك وحاسب الحسبة كلها عشان تضمن فكرة الاختبار القدرات، لان هو لو راح عليك هتبقى مشكلة. بالظبط، ما ده واحدة واحدة هنقول. طب انا دلوقتي ان شاء الله يعني حبيت ان انا اقدم، بيبقى سعرها كام اختبار القدرات؟ طبعا بالنسبة للسنين اللي فاتت، فكان سعر اختبار القدرات بيتراوح ما بين 200 جنيه. فهي الفكرة كلها ان انت 200 جنيه ممكن بقى يزداد شوية، وممكن ان شاء الله يقل. لا ف ليه يعني، ما فيش حاجة هتقل، بس هو المفروض يا ربي، في حدود 200 جنيه، هي ممكن الفكرة. يزيد. ايه المشكلة؟ ما انتوا دفعة ما شاء الله عليكم وشكو حلو، والله تمام بس كده، فعادي ممكن تلاقي مثلا، يعني هو علشان الدفعة دي بيرازوا فيها يقول لك ب201. يعني ممكن بس بالظبط، ممكن ايه، ممكن يقل، يبقى 250 مثلا. مثلا لو قال هيبقى 250 برضه. ده كده بالنسبة للسعر. طب انا عايز اعرف دلوقتي، انا مثلا عرفت ان انا في حدود مثلا هجيب 95 او اكتر، فهل الكليات الطبية سواء بشري او اسنان او صيدلة او علوم او هندسة، هل لها اختبار قدرات؟ بصراحة بص اقول لك، نبقى قليلات الادب. ليه؟ يعني انت تعبت وجبت 95% نعمل لك اختبارات قدرات؟ ده انت اللي تكتب لنا اختبار قدرات، ما انت تمام. انت عايز ايه تاني يا ابني؟ يعني ملهاش اختبار لا قدرات. ملوش، طالما جاب 95% يعني اللي فانت المتوقع ان شاء الله ان هو يجيب فوق ال 92% ومتوقع ان هو يلحق كلية طبية او هندسية، لا، ومن ضمنهم العلوم برضو ملوش اختبار كلية علوم قدرات. انا ملوش. شايف اصلا ده ما يتعلمش تاني. انت كده يا ابني خلاص، ايه عايز تمام. ايه تاني؟ 95% 100 100. جميل جدا. طب انا لا طالب والله، حسيت ان انا هجيب ما بين 70 و80، وانا في بالي كلية تربية، تمام كده. طب انا دلوقتي هروح اقدم مثلا كلية تربية، وفي نفس الوقت نفسي اقدم في كلية لغات وترجمة، يعني انا في بالي تربية وفي في بالي نفس ايه، الوقت لغات لغات وترجمة. وترجمة، هل بال 200 جنيه دي هدفعها لوصل واحد واروح اقدم بنفس الوصل ده كلية لغات ترجمة كلية تربية، ولا كل كلية عايز اقدم فيها يبقى لها اختبار؟ يعني انا مثلا عاوز اقدم اختبار قدرات في 8 كليات، في 7 كليات، هل لكل كلية ادفع 200 جنيه، او مثلا السعر المفروض هيحددوه ممكن يبقى ازيد من كده؟ طبعا، فكره ان انت لو عندك مثلا كليه لغات وكليه تربيه، الاثنين فيهم اختبار قدرات، مثلا فانت هتضطر تدفع لتربيه وهتضطر تدفع للغات، ولو في كليه تانية انت حاسس ان انت عايز تدخلها برضو وليها اختبار قدرات هتضطر تدفع لها. يعني من الاخر كده، لو عايز يدخل يعني عاوز يقدم في كل الكليات اللي اختبار قدرات، لازم يدفع كل لهم كله، كلية 200 جنيه لازم يدفع لها 200 جنيه. وما بيعملوش عروض لو مثلا كذا كلية مع بعض؟ لا ما اعتقدش ده هيعمل، هيزودوا اللي هو هتقل لو اشتركت هتبقى في حمل على ثلاثة، الدولة. الرابعة هيبقوا بألف، اللي هو مثلا ايه. تمام، يعني هو كل كلية للأسف هيدفع لها 200 جنيه، يعني علشان تخيل كده، كده لازم الواحد يحدد. وبعدين تخيل انت صاحب الكلية، او انت عشان بتاع تربية عمل انت لغات، يعني انا مثلا كليتي تربية وانت لغات مركزك وترجمة. لغات ترجمة، انا عملتها ب 200 جنيه، والتاني ونفس الولد اللي قدم عندي عايز يقدم، هتقول له لا انت دفعت هناك
لا انت اساسا بالظبط. هتقول له اشمعنى دفعت هناك فادفع لي انا كمان هنا. تمام بالظبط. يبقى احنا كده لازم للاسف فحاول ان انت تقلص وتقلل الكليات اللي انت محتار بينها، لان انت للاسف عايز في كل كلية تقدم اختبار ادفع يا بس حبيبي. خد بالك، لو انت كنت مثلا قدمت في اختبارات تربية وبعد كده انت عاوز تدخل لغات ترجمة بس ما قدمتش فيها، مش هتخش. يعني ما هنا بقى السؤال، لو فرضا انا واحد كنت جايب 100% طلعت الاول على الثانويه الازهريه وخلاص، كنت عامل حسابي ان انا مثلا ان شاء الله هدخل كليه طبيه، بس انا بعد ما ظهرت النتيجه وقفل اختبار القدرات قلت لا انا عايز ادخل تربيه مش عاوز ادخل طب مثلا فرضا، مثلا او عاوز ادخل كليه القران الكريم اللي هي في طنطا اللي هي برضه اختبار ليها قدرات، اختبار قدرات برضه. انا جايب 100% تمام واختبار القدرات قفل، هل ينفع ادخل كلية القرآن الكريم وانا جايب 100% وما عملتش اختبار القدرات بتاعتها؟ احب ابشرك ان مش هينفع، فهتخش طب. مش هينفع طبعا تخش طالما كليه ليها خلاص، ليها اختبار قدرات، مش طالما فاتك مش هينفع تدخلها حتى لو يعني، جايب 100% حتى لو طالع الاول على حتى الجمهورية لو طلع. فدي حاجه حلوه لك ان انت هتخش طب يعني لو تمام، هتختار هي الاول. مش حلوة قوي يعني، بس ايا كان فهو خلي بالكم يا جماعة مفيش حاجة اسمها هستنى، لان السنة اللي فاتت عملوا حركة مش حلوة علشان ايه، يمصوا اولياء الامور يعني عشان يدفعوهم، راحوا فاتحين اختبار قدرات قبل النتيجه وقفلوه بعد النتيجه على طول، يعني ما خلوش للناس فرصه. ده انا كنت في الكلية كنت ما هي بروح هناك، ليه بقى؟ ناس جاية من اسكندرية مخصوص ايوه اسكندرية تروح. هما بيعملوا كده خصيصا علشان ايه، تبقى متحير فتقدم في كذا كليه فتدفع اكتر، تمام كده. بالظبط. فللاسف هتضطر ان انت يعني تعمل حاجه كده تقريبيه لمجموعك قبل ما النتيجه تظهر عشان ايه، تعمل اختبار طب يا دكتور قدرات. ابراهيم، لو طالب هو ما يعني ما نجحش في الدور الاول تمام. ودلوقتي حلو. اختبار القدرات نزل ما وهو ما نجحش او نجحش ما في الدور اجل. او ما اجله، ده هيعمل ايه بقى؟ بالظبط. لو يقدم ولا يستنى التقديم التاني لو انا يفتح؟ طالب مثلا عندي كذا مأجل مثلا الصرف والبلاغة والرياضة تمام كده، والمفروض انا برضو في بالي عاوز ادخل كلية تربية، او انا بنت مثلا لو واحد من البنات واحدة من البنات وعايز ادخل كلية تمريض، واحد من البنات واحدة من البنات يعني قصدي تمام كده، عايز ادخل كلية تمريض وهي مأجلة مواد، او لا قدر الله يعني حاسه ان هي هتشيل ماده، هل تقدم اختبار قدره؟ تقدم اختبار من قدمها عشان دلوقتي، هو لان ما بيفتحش، بعد الدور الثاني مش هيفتح، ما هو بيفتحش مرة واحدة. بيفتح غير مره وحيده اللي هي خلال ايام هيعلنوا عنها ان شاء الله، وممكن يقفل وقت ما النتيجه تظهر او قبل النتيجه او بعد النتيجه على حسب، ساعتها هيقولوا هنقفل امتى تمام. فناخد بالنا من حاجه زي كده، حتى لو انت حاسس ان انت هتشيل ماده او مأجل للدور الثاني تقدم اختبار قدرات، لو انت في بالك ان انت ممكن مش هتجيب فوق ال 95 او فوق ال 92% ومش هتدخل الكليه ما لهاش اختبار قدرات تمام. فدي جزئيه مهمه جدا صح. جدا. طب سؤال بقى، لو انا من دفعه السنه اللي فاتت يعني ثانويتي 2023، ينفع اقدم في اختبار القدرات بتاع السنه دي؟ وما رضيتش اختبار السنة اللي فاتت فاتك، فانت ما رضيتش مثلا تدخل سنة ايوه واحدة عشان علشان اقدم السنه للأسف. دي. للأسف كل دفعة الاختبارات بتبقى نازلة الدفعة بتاعتها بس، يعني احنا في دفعة 24 الاختبارات دي لدفعة 24، دفعة 23 اختبارات عدد ملوش ان هو يختبر في الاختبارات بتاعة 24. كل واحد يا باشا واختباراته، كل واحد يخليه في اختباراته. ايوه تمام، يعني كده ناخد بالنا لو انت راحت عليك السنه دي انسى بالظبط، يعني ما مش تجيش بقى هينفع. تقول انا هستنى عشان اختبر، لا ما فيش الكلام ده. تمام او انت وحظك ممكن يعملوا بقى قرار تاني، ما ايوه. يعني واحنا الله اعلم. بنقول يا جماعه الصفحه اللي هينزل عليها الموعد اللي هيعمل فيه اختبار قدرات صفحه المركز الاعلامي لجامعه جامعة الازهر، الأزهر. يبقى تاني المركز الاعلامي لجامعه الازهر، وبرضه وبرضه موقع قطاع المعاهد الازهريه، وخليك ذكي برضه، الاثنين الكليات دول. نفسها، الكليات نفسها اللي بتعمل اختبار قدرات بتنزل في الصفحة بتاعتها، يعني كلية بتنزل. التربية هتلاقيها نزلك لينك طب خاص بيها. احنا عاوزين بقى مستر يوسف تقول لنا على الكليات اللي ليها اختبار قدرات، يعني ممكن ايه هي مكتوبة هنا تقولهم ايه للطلبة واحنا نحطهم في اول تعليق برضه. ماشي يا معلم. أولاً كلية التربية بنين بالقاهرة، تمام. طبعاً كلية التربية بنين في حاجة اسمها عام وخاص، هنقولهم برضو ايه، تخصص عام. تخصص عام، وفي اللي هو الخاص بتاع كل اللي هم شعبة والكلام ده كله. شعبة التعليم الأساسي، شعبة المكتبات دي طبعا في كلية التربية بيبقى في أقسام شعب. جوه. التعليم الأساسي، المكتبات وتكنولوجيا التعليم، شعبة التربية الفنية انتظام، شعبة التربية الخاصة انتظام، زي ما قلنا في عام وفي خاص. بعد كده كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف، تمام. الشعب اللي فيها المكتبات وتكنولوجيا التعليم، شعبة التربية الخاصة انتظام،
تخصص عام انتظام شعب التعليم الاساسي، كليه التربيه بنين اسيوط كذلك تمام. بيكون فيها يعني شعب. معلش من الاخر كده، اي تربيه في اي مكان بالظبط. محتاجه اختبار قدرات. تربيه بنات باسيوط، بنين او بنات برضو تمام. التخصصات اللي جوه تخصص عام انتظام. بعد كده كليه القران الكريم في بطنطا، طنطا. تمام، دي تمام، برضو دي ليها مهمه. اختبار قدرات على الشباب اللي ايه اللي حابه تدخل القران الكريم او كده. بعد كده كليه الدراسات الانسانيه بتفهم الاشراف، الشعب اللي فيها شعبه رياض الاطفال وشعبه التربيه، طبعا كليه اللغات والترجمه بنين بنين. بالقاهره. طب هل اللغات والترجمة بنات ليها؟ لا ما لهمش، ملهاش، اللي هي تمام. اسمها دراسات إنسانية، مثلا قسم ألماني، قسم إنجليزي، لا دول بالظبط. ملهمش، لا حظهم تمام؟ ما لهمش. لا وكلية تمريض برضو المفروض إيه؟ المفروض يعني إن بيبقى ليها، طبعا ان شاء الله تمام كده؟ الاحتمال يمتحنكم في لو حد يعني مثلا اختبرك. ادينا مثلا مثال على أسئلة اختبار القدرات. هو الدكتور اللي احتمال يمتحنك السنه اللي فاتت معانا دكتور ابراهيم الجزار، تمام، تمام ودكتور امير هنداوي طبعا، تمام تمام. انت بتيجي تقعد على ترابيزه زي كده قدام الدكتور، بيسالك شويه اسئله بالانجلش طبعا. اول حاجه هيقولها لك انتروديوس يور سيلف، يعني قدم نفسك. انتروديوس تمام يور سيلف، قدم نفسك. فانت بتخش له بيكون كاتب نفسك كده تقديم عن نفسك، اسمي كذا، وطبعا بالانجليزي، تمام. تمام وتحاول فكره اختبار القدرات بتاع الكليه، مش بقى هو مش عايز ايه معلومه، هو عايزك تكون واثق في نفسك. يعني اهم حاجة تبقى قاعد تكون كده ما تبقاش عيل كده يقول له لا، خليك واثق في نفسك. حتى لو غلطت. حتى لو غلط، هو هي مش بتتاخد بغلط وصح. يعني هو مش عاوز يديك 8 من 10، هو هو بس اهم اجتاز او رسب بس بالظبط، انت اهم حاجه يعني. ايه، تبين اللي قدامك ده ان انت داخل الكليه دي انا اقدر اتعلم، تمام. تمام. هتمسك طبعا ايه شويه جمل عن نفسك، هيقول لك واتس يور فاذر جوب، ايه هي وظيفه والدك، والدك. تمام. هيسالك وات ويل دو افتر ذيس كورس، هتعمل ايه بعد التيست ده، افتر ذيس تيست هتعمل ايه بعد التيست ده، هتقول تمام له انا هروح كذا. هيسالك حاجه اسئله تافهه تمام ما فيهاش صعوبه، انت بتبقى محضرهم كده اللي هو اسمك، تقدم نفسك، ليه انت داخل الكليه دي؟ السؤال ده تمام مهم قوي عشان تسالني في السنه بتاعتي. والطالب هيجاوب بالانجليزي لو هو مقدم في طبعا تربيه مثلا بالظبط، انجليزي قسم. بتقدم بالانجليزي، بتجاوب بالانجليزي، تحاول تعمل كده جمله طب وخلاص. معلش افتكرت سؤال، في بعض الكليات مثلا زي تخصص انجليزي هل بيطلب درجه معينه في الانجليزي؟ طبعا هي يعني مثلا لازم انا نفسي اطلع مثلا ادخل تربيه انجليزي، لو انا اي درجه ولا لازم درجه معينه، او في تكون الكيمياء او مثلا في اي حاجه من الحاجات دي؟ لازم تكون معدي 70%، يعني تمام. مثلا لو ادبي معدي 70% من ال 60 لازم درجة. 70% من درجة المادة. يعني انا هقدم في تمام. انجليزي لازم اكون جايب ايه، مثلا الانجليزي عندك من 40، لو علمي. لو علمي، لو ادبي يبقى من 60، فانت لازم تكون جايب ايه ال 70% السبع. من الدرجة دي، يحسبوها انتوا بقى. تمام. يعني لو قلنا 40 وهكذا ممكن في باقي الكلية، يعني اللي عاوز يدخل تربية كيمياء أو بالظبط. علوم كيمياء لازم يبقى جايب 70% من درجة المادة دي. هل في استثناءات؟ في استثناءات، كان في بمعنى. طلبه في السنين اللي فاتت هو اصلا ناجح في الانجليزي بالنص، تمام. وسبحان الله كتب الرغبه. انت في كليه التربيه لما بتدخل بتكتب الرغبات بتاعتك داخليه للكليه، فانت بتكتب مثلا انا عاوز ادخل انجليزي، بعد كده فرنساوي، بعد كده الرغبات مثلا. الداخليه للكليه نفسها اللي هي الشعب. ممكن انت سبحان الله حطيت الانجليزي الاول وانت كنت جايب فيه النص، ممكن تخش يعني ساعات حتى. بتعدي. ساعات في طلبه طالما عامل كتير. اختبار قدرات والدنيا تمام. بالظبط. يعني مش شرط تبقى جايب ايه، عشان في ناس يقول لك خلاص يا عم انا كده كده مش مش هلحق جايب ال انجليزي. 70%. لا، لو انت حابب انجليزي حطه في الاول وحط بعديه الماده جت الثانيه. يبقى خير وبركه، ما جاتش بالظبط، خلاص. لان في طلبه كتير قوي، مش واحد او اتنين، لا كتير، ساعات بيعدوا كده ايه، بيكون مثلا لان كليه التربيه بتشتغل شويه على، انا عندي الشعبه دي شعبه التاريخ مليانه، العدد تمام. كله اختار تاريخ وانجليزي فاضيه، فهات ده حاطط انجليزي في الاول بس مجموعه مش جايب، هات معانا. لا يودي تاريخ، هو حاطط تمام. مثلا الاولى انجليزي والثانيه تاريخ بس تاريخ اتملت، تمام. لا لا خلاص هاته هودي بقى معانا في انجليزي بقى الانجليزي. وخلاص، ايوه تمام. تمام. هي الفكره ان انت جوه ان شاء الله هتتعلم وهتبقى حاجه كويسه، حتى لو مجموعك كان في الماده مش احسن حاجه، المهم تشتغل على نفسك. تمام. يبقى كده الحمد لله فهمنا معظم الاسئله اللي ممكن يسالك عليها وبكام وامتى والكلام ده كله. فارجوكم تابعوا الصفحتين دول، قطاع المعاهد الازهريه والمركز المركز الإعلامي الاعلامي لجامعه الازهر، لمحافظة الشرق. وان شاء الله برضو وقت ما يفتحوا اختبار القدرات هنحاول ننزل برضو على المنتدى ننبه الناس والكلام ده كله. هتلاقي اصلا ساعتها كل الناس بيتكلموا الكلام ده. هل لسه ب 200 جنيه؟ الله اعلم، زي ما قلنا ممكن يزودوها شويه، ممكن تفضل 200 جنيه، لسه هنعرف مع بعض فحاول خلال حاول ايام. تحوش من دلوقتي، كفاية أهلك أنت عصرتهم، ايوه يعني نراعي بقى هنا شوية، انزل كده اشتغل لك أي حاجة، ولو أنت بنت روقي البيت وخدي المواقف، يعني صلي على النبي، اعملي أي صلى حاجة الله لو عليه فيه. وسلم.
تمام، وإن شاء الله نشوفكم على خير، وبإذن الله في أي حاجة أي جديد هنبلغكم وهنقول لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.